مواقف اتحددت بالنسبه للمراكز طبعا المختلفه، حتى هما الاثنين ورا بعض يعني في مركز مركزين ورا بعض مفيش. صحيح. لكن هو ماتش كوره، وزي ما قلنا قبل كده ان الريجوليشنز بتاع الفير بلاي نمره واحد فيها بلاي تو وين، يعني العب عشان تكسب ايا كانت المباراه نتيجتها، تصلح ما تصلحش، هخسر هستفيد فريق تاني مش هستفيد، العب لانك انت تكسب، ده نمره واحد. نمره اثنين فريق المقاصه يمكن مر فتره جيده جدا في بدايه فتره ما بعد الكورونا مع كابتن ايهاب جلال، وفاز بمباريات كثيره جدا وحصل يمكن المركز السادس في وقت ما، ولكن تراجع بعد ما ايهاب ساب وخسروا بعض المباريات في الاخر، ثلاث مباريات هو ما كملش كويس، كسب اسماعيل اربعه، كسب الاتحاد ثلاثه، كسب مصر اثنين، كسب كل ما بيكسب من قدامه وبعرض جميل جدا، وعمل اتزان لفريق فريق المقصه كان فريق معظمه مهاجمين حتى اللي في نص الملعب. صحيح. ما فيش مدرب قدر يعمل التوازن، هو عمل التوازن المطلوب بشكل جيد جدا من خلال بدء الهجمات والاستحواذ في نص الملعب بشكل، ثم التطوير. عنده لعيبه طبعا ممتازين جدا ساهموا في هذا الامر، عندك مثلا هتلاقي صلاح ليكو، هتلاقي محمد ابراهيم، هتلاقي شمكلي، صلاح امين، في لعيبه جيده جدا قدر ان هو يوظف اللعيبه دي، حتى عمرو مرعي. صحيح. فقدر يوظفهم وطلع طاقتهم كلها، عمل نتائج كبيره جدا ووصل المركز جيد، للاسف شديد ما كملش لاي سبب، مش هندخل في موضوع الاسباب، انما المسائل دي جت بردود عكسيه بعد كده، لانه المباريات اللي من بعدها خسر فيها المباريات وفقد المركز اللي كان متقدم. بالنسبه للانتاج هو مركزه ده في كل سنه محافظ عليه كابتن مختار، هم ما عندهمش طموحات كبيره لان ما عندهمش امكانيات كبيره، لكن هو بيوظف الفريق بشكل كويس ومحافظ على هذا المستوى، سادس سابع في المراكز دي باستمرار. بالظبط يا دكتور.